أكثر فأكثر يقترب الخليجيون من رأب الصدع بينهم، وستثمر على الأرجح الجهود الكويتية في حل أزمة طال أمدها. أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يوجه رسائل شكر ثلاث لقادة كل من قطر والسعودية والولايات المتحدة على الجهود المبذولة في التوصل لاتفاق نهائي يعيد مياه الإخاء إلى مجاريها. في رسالة الشكر الموجهة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أثنى أمير الكويت على الدور الريادي الذي تقوم به السعودية، لا سيما في تمثيل الأشقاء في الإمارات العربية والبحرين ومصر، سعيا لأمن واستقرار المنطقة على حد تعبيره. هذا الدور ترجم على لسان وزير الخارجية السعودي متوقعا انفراجا قريبا ودنوا من الصلح المنتظر. نحن في تنسيق كامل مع شركائنا في هذه العملية، والآفاق التي نراها إيجابية للغاية نحو اتفاق نهائي، والقرار النهائي سيكون بمشاركة جميع الأطراف المعنية. الأشقاء على الخط نفسه إذن، كما أوضح وزير الخارجية السعودي في تصريح متفائل، لكن بعضا من الوقت للتشاور يستوجب لإبرام اتفاق صلح شامل بين الأشقاء في الخليج. هكذا يبدو المشهد، جهود حثيثة وأطراف متفائلة بصلح قد تترجمه الأيام المقبلة.